محافظة فلسطين. إحنا في أثناء الشرح إن شاء الله الكورس ده، في الجزء ده من الكورس الوسطين، هنعمل مشروعين أو هنتكلم عن حاجتين. هو السين عامة يعني أبرز حاجة فيه إما نعمل منشأ يكون من سيستم أساسي بتاعه تراس، أو يكون إيه فري. طبعا ده له حاجة وده له حاجة، ده له مميزات أو ده له شغل ده شغل. يعني زي ما درسنا كمان عامة تراس بيمتاز ان انا بعمل منشآت الاسبان بتاعها اوسع 20 25 متر، يمكن اقل من كده ممكن اخد الفريم. تمام، فانا هاخد مشروع تراس وهناخد مشروع فريم. مشروع تراس هناخد من اول ما يجي لنا احنا عايزين نغطي مساحه قد ايه، وغالبا بتبقى مناسبه في اماكن مثلا اللي هي مصانع او غيره يعني. فهناخد مساحه معينه هنغطيها بالتراس وهنغطيها بالفريم. تمام، هتعامل ازاي بنطلع اللوح، سواء من لوحه العمدان او لوحه القواعد او التفاصيل كلها ان شاء الله هنقولها في التراس والفري. يعني النهارده ان شاء الله هنقعد المشروع ده، لو فتحنا المشروع اللي احنا عايزينه مثلا هنبدا بيه اللي هو المشروع ده. ده مصنع في الفيوم، مصنع في الفيوم عباره عن 20 في 30 تقريبا حاجه كده اهو. ده يعني مجموعه حاجات جنب بعضها. فاحنا في هنا مصنع، انا عندي هنا مصنع 20 في 30، وعندي هنا مخزن 20 في 25. اظن احنا اشتغلنا على 20 في 30 تقريبا. يعني احنا هناخد المصنع ده او 20 في 30 ده وهنتكلم عليه. تمام، طيب ده اللي هو التراس، ده الجزء الاولاني من الشغل بتاعنا اللي هناخده ايه في اول حاجه. طيب باشمهندس، تعالى نتكلم. يعني النهارده هناخد مقدمه قد تكون بسيطه شويه، مش هنكتر برضه ولا حاجه. بدايه من الستيل كده هنتكلم شويه ايه الموضوع، انا عايز اعمل ايه. باشمهندس لو جينا اتكلمنا بس مجرد نتعرف مع بعض على الستيل ستراكشر، انا عندي لو عشان اعمل ستيل ستراكشر باشمهندس، اما يكون بيم او يكون تراس او يكون فريم. ده الستيل عامه. لو انا عايز اعمل نظام ستيل، اما هعمله مكون من بيمز او فريمز او تراس. مش مهندس انا ممكن اعمل بريدجز، ممكن اعمل كباري، ممكن اعمل تول بيلدنجز، ممكن اعمل تاورز، بس يعني اللي غالبا مستخدم عندنا ان احنا ممكن نستخدم الستيل مع المنشات اللي هي المصانع مثلا او المنشات الواسعه، وممكن استخدمها كمان في الكباري. يعني مستخدم الكباري بس بيخش تبع الكوميز سيكشن، ده موضوع تاني خالص. طيب عامه لو انا جيت قلت مميزات الستيل، لو انا ليه انا بستخدم الستيل يا باشمهندس، ممكن اقول لك ان هو قدرته عاليه، الهاي كارينج كباسيتي بتاعته قدرته عاليه للاحمال بتاعته، خفيف في الوزن، عنده سمول سيكشن قطاعاته قليله صغيره، هاي داكتايل ماتيريال. وطبعا احنا عارفين ان هو قطاع ممطولي، طبعا ده بيفيدني ان هو لو حصل له انهيار بياخد وقت على ما ينهار. وده قلنا المشكله او الميزه يا باشمهندس من منشا او ماده داكتايل فيلير او بريتل فيلير. بريتل فيلير يعني ما تاخدش وقت، وقت ما تنهار فجاه. داكتايل فيلير هياخد وقت وهعرف ان هو هينهار فبلحق اعمل. باشمهندس هو بيحتاج الشده، لو انا عايز انفذه بيحتاج الشده. سريع في التنفيذ، سرعه في التنفيذ، ما يحتاجش بقى ان هو يتعالج، ما يحتاجش استنى شويه على ما يخلص، هو مجرد ما بتنشئه مجرد استعماله على طول. باشمهندس عنده قابليه للتغيير، لو انت عايز مثلا عملت مصنع وفجاه قررت تهد المصنع، مش هتهده، هتفككه تاخد الحديد بتاعه ده وتحطه في حته ثانيه. تمام، عنده قدره للحام، انا ممكن اخد اي قطع حديد والحمهم مع بعض واكون بيهم قطاع غير ركبة التربة. ده مميزاته. طبعا له عيوب، طبعا تكلفة الصيانة كمان يا باشمهندس. يعني غير تكلفة الصيانة، لو انا هقارن بين منشأ خرسانة وبين منشأ حديد، لا الخرسانة بيبقى ارخص. منشأ الخرسانة غالبا ما بيكون ارخص من الحديد، بس الحديد لو انت زي ما قلت لو انت عايز تعيد استخدامه هيكون احسن من الخرسانة. موضوع الباكلنج فيه مشكله طبعا، لو انا عندي منشا ستيل هو معرض للباكلنج. طبعا باكلنج واتكلمنا عليه قبل كده، ليس ريستنس فاير، مقاومته للحريق طبعا ضعيفه جدا. طبعا احنا ممكن نتغلب على الموضوع ده، احنا بندهنه حاجات تانية
عنده مشاكل في الاستابيليتي. يعني لو انا عندي منشا ستيل ببقى خايف منه في الاستابيليتي ان هو يكون غير موزون، ده من الحسابات الثانيه، بس غالبا ببقى قلقان منه موضوع الاستابيليتي. باشمهندس لو انا جيت اتكلمت عن الستريس سترين كيرف، وده اللي انا قلته برضو، ان انا قلت الستيل ماده دكتايل، معنى ماده دكتايل ان انا باشمهندس انا كل شغلي في المرحله اللي هي ما قبل اليلد، اللي هي بسميها الاستيك زون، مرحله اسمها الاستيك زون. بس لو حصل وتعدى الاستيك زون بيخش مرحله اسمها مرحله اليلد، تاخد مرحله قبل ما تاخد الكيرف التاني اللي هو ايه الالتيميت، اللي هو الانهيار، اللي هو بنفقد او بنفقد السيطره على الستيل. يعني ما بعد اليلد بنفقد السيطره على الستيل، تمام؟ ليه يا باشمهندس؟ لان ما بعد اليلد انا قلت، او يعني ميزه الستيل او مرحله الالاستيك يا باشمهندس، ان انت لو اثرت بحمل، لو اثرت بحمل بيحصل له سترين معين، مع زوال الحمل بيزيل الاسترين، بيرجع تاني كأنك معاك مادة مطاطة ضغطتها، انضغطت شلت ايدك عليها او شلت الضغط عليها هترجع حجمها الطبيعي. معنى الكلام الاستيك اكنها مادة مطاطة، هتضغط عليها هتيجي معاك هتشيل هترجع معاك. ما بعد اليلد يا باشمهندس هتخش في مرحلة يصعب السيطرة عليها، مع كل ضغط او كل حمل هتزيد ومش هيرجع تاني، تمام؟ فانا في الديزاين بتاعي يا باشمهندس ان انا بشتغل شغلي كله ان انا اصمم الستيل قبل مرحله اليلد. باشمهندس لو جينا اتكلمنا عن ميكانيكال بروبيرتيز، طبعا دي الكثافه بتاعتها، ده المودلس بلاستيستي، ده الشير مودلس، ده الباسو ريشو، ده معامل الثيرمال او معادل المعامل الحراري بتاعها اللي هو الفا، ده بعض الخصائص مجرد تعرفها بس. باشمهندس الجريد الستيل بتاعك اللي هتستخدمه عندك كذا نوع، خلي بال حضرتك من حاجه، لما تقول لحد انا هستخدم ستيل يقول لك جريد كام، ده لو حد متخصص قوي او حد شغال في الستيل يقول لك انت عايز جريد كام. معنى كلمه جريد معنى كلام ان في كذا نوع من الحديد. باشمهندس في جريد 37، جريد 44، جريد 52. معنى كلام باشمهندس ايه؟ معنى الكلام لو انا قلت هستخدم ستيل 37، معنى ايه 37؟ معناه يا باشمهندس ان اف التمت تحته 3.6، 3.6 والاف ييلد 2.4. باشمهندس خلي بال حضرتك لو انت استخدمت جريد 37 معناها يا باشمهندس ان انت مسموح لك حديد هيوصل للخضوع بتاعه عند اجهاد 2.4 من 10 طن على السنتيمتر سكوير. تاني باشمهندس معنى حديد ستيل 37 معناه ان هيوصل لاجهاد الخضوع اف ييلد باشمهندس 2.4 طن على سنتيمتر سكوير، هيوصل الاطم بتاعه عند 3.6 ل 44.8 و4.4 52 3.6 و5.2. ده بعض المعلومات بس اللي هنعرفها عشان نعرف احنا هنستخدم حديد نوع ايه. طيب زي الفل باشمهندس، تعالى نخش نتكلم الاوقع شويه. حضرتك ده مجرد لو انت عايز تستخدمي بليت، لو انت عندك بليتة سمكتها تخانتها اقل من 4 سنتي هيكون اف ييلد واف اطن بالمنظر ده. لو استخدمتيها اكبر من كده بيقول لك قلل شويه، قلل اجهاد ييلد شويه واطن شويه، قلل 3.6 3.4 بدل ما يكون 4.4 4.1 بس مش اكتر، لانها بتقلل شويه. المعظم اللي موجود او معظم الناس بتستخدمه على الاقل في مصر اللي هو ستيل 37 اللي هو المعلق ده الاكثر توفرا في مصر، اللي هو الحديد اللي هو بيسميه مايلد ستيل، اللي هو مش الحديد اللي هو ايه الهاي سترينس بيسموه المايلد ستيل هو 37 اللي هو 225 و275 ايه 25 ده؟ ستيل 25 75 اه لا وريها لنا اشوفها لك، وريها لنا ما شفتهاش انا دي قبل كده، وريها لنا اشوفها. بس انا بتكلم عن عامه دي الانواع اللي موجوده وهتقابلها سواء هنا او بره، ده انواع المشهوره في الستيل. ممكن توريها، ممكن بس يكون مسمى، مجرد مسمى بس مش اكتر. طيب اوكي، طيب ده الستيل، ده انواع الستيل احنا عاوزين نقول عليها، واحنا غالبا هنشتغل على اول نوع اللي هو ستيل 37. طيب باشمهندس في انواع، في انواع من السكاشن، في انواع واحنا شغالين في الستيل هيقابلنا كذا نوع من انواع السكشنز او ستيل سكشنز. في حاجه اسمها هوت رول سكشن،
حاجه اسمها كولد فورمد سيكشنز بيلت اب سيكشن. ايه الفرق بالثلاثه باشمهندس؟ النوع الاولاني هو نوع الحديد بينصهر، او انا بشكل الحديد على الساخن، ان انا بحط في قوالب الحديد بينصهر وبحط في قوالب، وبعد كده بيبرد بيطلع شكل الحديد هوت، يعني انا شكلته وهو ساخن، ده هوت رولد سيكشن. او كولد فورم سيكشن، ان انا الحديد شكلته على البارد، يعني الحديد هو موجود كان سيخ عادي وبدات انحي، يعني عامله انحناء غيرت شكله، بس وهو شكله او هو هيئته كانت على البارد. وده ابرز حاجه اللي ممكن نلاقيها عند الحدادين، اللي هو اي حداد ولا حاجه شغال او عنده رشه حداده، كل الفورميشن بتاعه بيبقى ايه؟ كولد. اما الهوت رولد سيكشن ده بيجي من ايه؟ من مصانع. البيلت اب سيكشن يا باشمهندس ده في الموقع. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني انا ممكن اعمل اي بيم بالمنظر ده عن طريق يا باشمهندس ان انا اجيب بليته عادي خالص، بليته بالعمق ده، واجيب بليته عليها وبليته عليها والحمهم. مجرد بعض البليتات لحمتهم مع بعض هستخدمهم كسيكشن واحد، بس انا اللي جمعتهم، انا اللي قمت بتجمعهم في الموقع. يعني كل اللي هيجي لك في الموقع عباره عن بليتات، وانا خدتها قطعتها وجمعتها ولحمتها مع بعض، بس فين؟ في الموقع. ده بيلت اب سيكشن. الكولد فورم سيكشن ده في مصانع، سوري، في الهوش حديد او اي حاجه. لو انا عندي برضو الحديد بس انا اعمله انحناء واشكله زي ما انا عايز، بس هو بارد. استخدم يا باشمهندس ان انا بصهر الحديد واحطه في قوالب واخد منه السيكشن اللي انا عايزه، بعمله او يسمى هوت رول سيكشن. ابرز الحاجات اللي ممكن تقابلها، اما يكون على شكل وايت فلانش، في على فكره الاي بي ام نفسه كذا نوع، في حاجه اسمها اي بي اي، وفي حاجه اسمها اي بي ان، وفي حاجه اسمها وايت فلانش، وايت فلانج اي بي ام، في انواع كتير، بس دي ابرز انواع في الهوت رولد، ان هو اللي هو على شكل اي، على شكل اي سيكشن، على شكل انجل، على شكل تي يا باشمهندس، على شكل بايب. ده على هيئه شانل، ده ابرز حاجات برضو، من ابرز الحاجات طبعا بليتات موجوده طبعا. اللي هنقابله او هنتعرض له ان شاء الله او ممكن تقابله باشمهندس، اما يكون شانل، اما يكون انجل، اما يكون اي بيم، اما يكون سيت شانل، تمام؟ باشمهندس لو انا اتكلمت على الكولد فورم سيكشن، حرف اما يكون الشانل بالمنظر ده، او زد بالمنظر ده، او اي شيبد بالمنظر ده، اتنين في بعض كده، او بالمنظر ده دبل، او على هيئه هات كده، هيئه قبعة، او انجل بالمنظر ده. وده يعني لو انا قلت اكتر حاجه بستخدمها في المنظر ده هو حرف السي شانل ده، اللي هو السي، حرف السي ده، ده اكتر حاجه ممكن تستخدمها في الكولد فورم سيكشن. طبعا البيلت اب سيكشن يا باشمهندس، ان انت زي ما قلت لك هتجيب اي نوع بليتات، اي بليتات هتجيبها وهتشكلها زي ما انت عايز، وهتشكل البليتات زي ما انت عايز باي هيئه. طبعا ده مطلوب او بيبقى متوفر معاك او بيبقى مطلوب من حضرتك. لو انا طلبت منك قطاع مثلا اي بيم مثلا مش موجود في السوق، مثلا قطاع اي بيم ارتفاعه وليكن 50 مثلا، وطلبت ال 50 مش موجود، او يا باشمهندس اي بيم 50 مع فلانجه مثلا الستاندرد، الستاندرد طبيعي، الستاندرد عشان معلومه لحضرتك، لو انا معاك اي بيم ارتفاعه 50، الفلانجه تبقى عرضها كام؟ 25 النص. لو انت عندك اي بيم الستاندرد غالبا بيكون الفلانجه عرضها نص دبس الاي بيم، بمعنى لو انا عندي اي بيم 50 وفلانجه بتاعتها تبقى 25، افرض انا قلت لك مثلا يا باشمهندس لا استخدم اي بيم 50 مع فلانجه مثلا 30 مثلا، ما عندكش القطاع ده، ممكن لا انا ممكن استعيد عنه او اتعوض عنه بان انا اعمل بيلت اب سيكشن، بعض البليتات هجمعهم مع بعض عن طريق اللحام واعمل بيلت اب سيكشن او قطاع انا اللي هصممه او هنفذه بنفسي. طيب باشمهندس لو جينا اتكلمنا بقى، تعالى نتكلم عن المنشا نفسه، منشا الستيل نفسه مكون من ايه؟ ايه اللي انا ممكن الاقيه في منشا الستيل؟ بس يا باشمهندس مكونات المنشا الستيل طبعا هتيجي بعد كده هنقولها مع بعض، بس عامه المين سيستم طبعا ده الحاجه الاساسيه بتاعتي، لازم يكون موجود مين سيستم. وانا قلت اما يكون فريم واما يكون ترس، اما يكون فريم واما هيكون ترس. يا باشمهندس المين سيستم بتاعك ده اول مكوناتك. تاني حاجه يا باشمهندس حاجه اسمها بيرلين،
بيرلين دي عباره عن مدادات طوليه، مدادات طوليه اللي هي هتلاقيها هنا بالمنظر ده، حاجه طوليه على المين سيستم كده. هلاقي يا باشمهندس حاجه اللي هو بنسميها الروف سيستم، الحاجه اللي هنغطي بيها. يبقى انا ببدا بمين سيستم اللي انا قلت اما يكون تراس او يكون فريم. باشمهندس عندك حاجه فوق اسمها بيرلين، بيرلين دي مدادات طوليه بتحط بالطول على المين سيستم ده. خلي بال حضرتك انا بكرر المين سيستم كل مسافه بتسمى اس. اس دي غالبا بتتراوح من 5 ل 7 او 8 متر، تمام؟ 5 ل 7 او 5 ل 8 متر. انا بكرر المين سيستم بتاعي. انا قلت البيرلين مدادات طوليه بتتحط فوق او بتبقى طوليه او عموديه على المين سيستم نفسه. عندي فوق باشمهندس حاجه اسمها الروف سيستم، بعد كده عندي حاجه اسمها اند جيبل، وحاجه اسمها سايد جيرتس، وحاجه اسمها بريسنج اللي هو هوريزونتال بريسنج وفيرتيكال بريسنج وترانسفيرسال بريسنج، هنتكلم عليها كمان شويه او هدي تفصيلتها كمان شويه. بس المين سيستم او الحاجه الاساسيه المنشا الستيل هو المين سيستم بتاعي سواء ترس او فريم، بعدين بيرلين. بيرلين اللي هو بيكون مدادات طوليه على المين سيستم نفسه، بيكون فوق روف سيستم حاجه بتغطي المصنع او المنشا الستيل. باشمهندس لو انا هرجع تاني، ادي منشا ستيل برضو بس المره دي ده منشا فريم. لو خدنا بالنا قالك يا باشمهندس ده المين سيستم بتاعك اهو اللي هو عباره عن فريم ده اهو. عندك ده يسمى بيرلين اللي هو العمود اللي هو الطولي ده اللي هو امتد في وشه ده. اهم حاجه باشمهندس الستيل بالذات عايز تخيل، لازم تكون متخيل المنظر عامل ازاي، لانك هتقطع وهتعمل سكاشن كتير، تمام؟ لو جينا بصينا بس عشان تبقى عارف الموضوع هيمشي ازاي، هنا لوحه القطاعات دي لوحه كامله اهو. لو انا جيت هنا القطاعات دي كلها قطاعات، دي كلها سكاشن هنعملها. حضرتك لازم يكون عندك تخيل للموضوع ماشي ازاي، تمام؟ معنى الكلام ان حضرتك لازم تكون عندك شويه تخيل، تخيل شويه تعرف انت تعمل ايه، لان الموضوع مش زي الخرسانه كله باين قدامك. طيب باشمهندس فانا لو جيت اتخيل مع حضرتك منظر المصنع عامل ازاي او منظر المنشا الستيل، ادي المين سيستم بتاعي، ادي الفريم اهو اهو انا بكرره كل فتره. عندي مدادات طوليه اهي اللي هي البيرلين فوقها. عندي شنطة حاجه اسمها الروف بريسنج او بتسمى هوريزونتال بريسنج. هوريزونتال بريسنج عباره عن شكلات او نهايز على الافقي فوق، اما تكون بالمنظر ده واما تكون كروس. هو نظام نهايز افقيه تبقى علويه بالمنظر ده، طبعا لها فوائد هنتكلم عليها كمان شويه، بس اسمها روف بريسنج او اسمها هوريزونتال بريسنج. الاكثر شيوعا على الاقل في مصر اسمه هوريزونتال بريسنج. عندي كمان حاجه اسمها فيرتيكال بريسنج. فيرتيكال بريسنج على الجناب اللي هو تحت كده على الجناب اهو، اسمها فيرتيكال بريسنج. عندي حاجه اسمها سايد جيرتس او سايد ريلز. عندي هنا طبعا التغطيات بتاعتها. يبقى انا عندي المنشا ستيل لقيت فيه او انا شايف فيه قدامي يا باشمهندس، لقيت فيه المين سيستم هو هنا فريم، لقيت عندي بيرلين، لقيت عندي الروف سواء التغطيه بتاعته اللي هو غالبا ما بيكون كورجيت شيتس او في حاجه اسمها ساندوتش بانل او تيلز اللي هو الفخار ده او زجاج جلاس، في كذا نوع من التغطيات هنتكلم عليها برضه كمان شويه وسايد جيرتس. طيب احنا لسه بنستكشف مع بعض الموضوع ده. منظر لو انا بتكلم على ده فريم ستراكشر، ده تراس ستراكشر بيبقى بالمنظر ده اهو، ادي التراس بتاع حضرتك اهو. باشمهندس خلي بال حضرتك من حاجه، التراس سيستم نفسه له مكونات. يعني انا بتكلم على الفريم كفريم، الفريم اتكلمنا عنه او احنا او معروف لينا معنى كلمه فريم معناه كولم وجردر، صح؟ معاه كولم وجردر اللي هو جردر يعني كاميرا وكولم يعني عمود. عمود مع كاميرا متصلين ببعض يسمى فريم. تراس عمود، بس في حاجه اسمها تراس سيستم كومبوننت اللي هو هيبقى فيه عندك الفيرتيكال كورد والتوب كورد والبوتوم كورد والويبس. يعني اما يكون عندك توب كورد اللي هو الجناح اللي فوق ده، او البوتوم كورد او الويبس اللي هو بيسموه دايجونال او الفيرتيكال. لو انا عندي برضه ممكن طبعا استرس كل الانواع اللي احنا خدناها ودرسناها، اما يكون قائم بس كده ومعاه
جناح او يكون كروس اي نوع من انواع التراس. وخلينا نقول برضو معلومه، كل ما كان الزبان كبير، كل ما كان الزبان كبير كل ما بتخلي يا باشمهندس احسن لك تخلي التراس انديتيرمنت اكتر. كل ما كان التراس زبانه كبير كل ما كان يكون انديتيرمنت اكتر. ليه؟ عشان يعمل توزيع اكتر للاحمال بتاعته، ما توزعش على ضلع واحد ويحصل له انه يكون عليه احمال كبيره. طيب باشمهندس اجمالا او خلاصه اللي فات ده، لو انا عندي فريم استراكشر ايه محتوياته؟ لو انا عندي فريم استراكشر، لو انا عندي ستيل استراكشر تكون من فريم، ايه محتوياته؟ اول حاجه باشمهندس الكولم، تاني حاجه البيمز او الرافتر، وده الاثنين مع بعض مكونات الفريم نفسه او المين سيستم نفسه. بعد كده حاجه اسمها اند جيبل، ودي اعمده بتكون في الامام، وهنتكلم عليها كمان شويه ونعرف احنا بنتكلم ليه او احنا عايزينها ليه. اربعه سايد ريلز او سايد جيرتس، ودي عباره عن قمر على الجناب، قمر على الجناب وفي اول وفي اخر المصنع اللي انا شفته من شويه هنا اهو اللي هو ده. وده باشمهندس مهمته ان انا بحط عليه سواء الغلاف بتاع او التغطيات بتاعت الجناب، او ان بمسك بيه بعمل فيه تدعيم للاعمده او المين سيستم اللي بره. بس مهمته الاساسيه ان انا بغلف بيه او احط فيه التغطيات الجانبيه للمصنع او المنشأ بتاعي. عندي يا باشمهندس بعد كده طبعا البيرلين قلنا عليها، ودي مدادات طوليه. عندي هوريزونتال بريسنج، وعندي فيرتيكال بريسنج، وعندي الروف سيستم. معنى الروف سيستم يا باشمهندس هو اللي هو التغطيه بتاعتي سواء كان نوعها كوريجيت شيتس او غيره. باشمهندس التراس استراكشر عباره عن ايه؟ عباره عن تراس سيستم اللي انا قلت عليه شويه، هو سواء دياجونال مايله او دياجونال توب او بوتوم. عندي اند جيبل كولا، دي اعمده في الامام بحطها في الامام يا باشمهندس، طبعا لها فوائد هنتكلم عليها كمان برضه كمان شويه. والسايد ريلز والبيرلين والهوريزونتال بريسنج والفيرتيكال بريسنج والروف سيستم. باشمهندس انت دلوقتي قلت لي ده مكوناتها، طب انا ممكن نختصر يعني نقعد نسبق شويه بس عشان الناس تبدا تلم الموضوع ماشي ازاي. اي حاجه بحطها في المنشا لها فايده، اي حاجه بحطها في المنشا اكيد لها فايده، مش هحط حاجه كده وخلاص. تمام باشمهندس، لو انا جيت بصيت تاني نطلع للرسم الاصليه فوق اللي هو ده، كان ده هقوله يعني انا هقوله المره دي بس بسرعه، وبعد كده هناخد تفصيليا مشروح بالتفصيل ان شاء الله في الجاي. قدامي انا قلت مكونات التراس او المنشا ستيل ستراكشر اللي هو التراس مكون من اول حاجه التراس، صح؟ طيب ده المين سيستم وده اللي هيشيل المنشا نفسه زي الفل، امين فاهمك ده. طيب الاند جيبل يا باشمهندس ايه فايدته؟ والهوريزونتال بريسنج ايه لازمتها؟ والفيرتيكال بريسنج ايه لازمتها؟ باشمهندس خلي بال حضرتك من حاجه، المنشا الستيل اتكلمنا او كان كلامنا المره اللي فاتت، حضرتك قلت لنا شغلنا احمال الرياح واحمال الزلازل، شغلنا احمال الزلازل في المنشطات الخرسانيه صح؟ وقلنا منشآت الستيل بيكون تاثيرها او تاثير الرياح عليها اكتر من اي منشا تاني. معنى كلام لما حضرتك تيجي تشرح لي ستيل لازم طبيعي هتشرح لي معاه احمال الرياح، ده طبيعي تمام؟ باشمهندس خلي بال حضرتك من حاجه، لو تخيلنا ان ده الفريم بتاعنا، ده الفريم بتاعنا تمام؟ ومقرر الناحيه دي، هو الرياح ممكن تيجي من كام اتجاه؟ انا عندي منشا ستيل في صحراء، صحراء انا انشاته في صحراء تمام؟ هو الرياح ممكن تيجي من اي اتجاه؟ كل اتجاه، اربع اتجاه صح؟ من اربع اتجاه. باشمهندس الرياح لو انا تخيل معايا الموضوع ماشي ازاي؟ لو انا المنشا بتاعي اهو بالمنظر ده، ده الفريم اهو، تخيل معايا اهو وخرجته كل شويه. لو الرياح يا باشمهندس جات لك من هنا سواء شمال او يمين، حضرتك الرياح دي هيشيلها المين سيستم نفسه سواء كان تراس او فريم. التراس او الفريم هيشيل الرياح دي، هيشيلها هياخدها. الاحمال دي هنشرح احمال الرياح كاحمال، وهنحولها لقوه لفورس، وهنشيلها للفريم ده او التراس ده بطريقه هنتكلم عليها ان شاء الله النهارده تمام. طب ده لو جه من يمين او جه من الشمال صح؟ باشمهندس
لو جه من الناحيه دي او من قدام او جه من ورا ايه اللي هيحصل؟ باشمهندس خلي بال حضرتك عشان المعلومه دي بتتوه من ناس كتير، الرياح الاماميه والخلفيه تنتقل كالاتي. خلي بال حضرتك من حاجه، انا عندي هنا ده وش ايه؟ الفريم او التراس، صح؟ الطبيعي لو انا سالت حضرتك هو الفريم ده او التراس هو قوي من الناحيه دي ولا من الناحيه الثانيه؟ الناحيه الثانيه، صح؟ طبيعي ان هو قوي من ناحيه زي الفل، لو جات له اي حاجه هتزقه هيكون واقف زي الفل. اما لو الناحيه دي يا باشمهندس جات له شويه رياح هتقلبه، صح؟ معنى الكلام ان هو محتاج سيستم ثاني يشيل بيه احمال الرياح. باشمهندس السيستم اللي هيشيل احمال الرياح سواء اللي جايه من قدام او من خلف الاتي: اول حاجه الاحمال هتنتقل، احمال الرياح هتتجمع الى الاند جيبلز اللي هنا ده وده، ورجل الفريم او التراس من هنا، الرجول دي هعملها اكنها اند جيبلز، اعمده موجوده هتتجمع عليها. الاعمده دي يا باشمهندس هتنقل احمال الرياح للهوريزونتال بريسنج، هتنقل احمال الرياح للهوريزونتال بريسنج. الهوريزونتال بريسنج دي هتاخد الاحمال من هنا هتروح نقلها على الفيرتيكال بريسنج، الفيرتيكال بريسنج هتنقلها للاوعيه. تاني باشمهندس انا عندي نظامين لحمل احمال رياح، النظام الاولاني اللي هو هيجي من يمين او شمال، وقلنا النظام ده او الاحمال دي يا باشمهندس هتنتقل تلقائيا للمين سيستم سواء تراس او فريم، وقلنا هنعمل ديزاين لود نتيجه الاحمال دي حالا لاحمال رياح، تمام؟ هنقول معرضه لاحمال رياح اللي هو المين سيستم ده. ده اول فرضيه ان احمال رياح هتيجي من يمين او شمال، وده هنحلها في اللودز اللي تجي على المين سيستم. النظام الثاني يا باشمهندس ان الرياح هتيجي من وش او من ظهر المنشا، من قدام او من ورا. يا باشمهندس المين سيستم ده او الرياح دي هتنتقل كالاتي: هتنتقل من اند جيبلز، ثم هتاخد من اند جيبلز هتنقلها الى الهوريزونتال بريسنج اللي هو فوق ده، ثم الى الفيرتيكال بريسنج. معنى كلامك يا باشمهندس ان حضرتك ملزم بوضع اند جيبل ورا قدام زي الفل، مقبوله. وكمان ملزم يا باشمهندس تحط هوريزونتال وفيرتيكال بريسنج فين؟ في اول واخر المبنى، في اول واخر المنشا. باشمهندس حضرتك ملزم تحط بريسنج سيستم سواء هوريزونتال او فيرتيكال بريسنج يا باشمهندس في اول وفي اخر المنشا. تاني ده مكونات اي ستيل ستراكشر. كمان فاضل البيرن، قلنا البيرن ده عباره عن مدادات طوليه، المدادات دي يا باشمهندس بحطها بغرض ان انا اغطي. طبعا مش طبيعي ان انا بقرر السيستم نفسه كل 5 متر، طبيعي مش هسيب ده فاضي، فبحط مدادات طوليه بيرلين. المسافه بين البيرلينز دي او المدادات الطوليه ديت تتراوح من متر ل 2 متر ونص، في ناس بتحطها متر ونص، في ناس بتحطها 2 متر ونص، بس تتراوح المسافة بين البيرلين ده من متر ل 2 متر ونص. الكلام ده كله هيجي بالتفصيل ان شاء الله في مجال. ده المنشأ الستيل، وده أول خطوة في حلك المنشأ، إن حضرتك تكون فاهم أنت عايز إيه. باشمهندس أول حاجة تعملها في الستيل في مصنع زي ده حاجة اسمها لوحة اسمها اللي أوت. اللي أوت ده إن حضرتك بتبدأ توقع كل حاجة. بوقع إيه يا باشمهندس؟ لو أنا جيت اللي أوت ده برسم بلان، باشمهندس ركز معايا، برسم بلان. البلان ده بقى عباره عن ايه؟ عباره عن سيستم، برسم فيه السيستم بتاعي سواء او تراس او فريم، خط بعبر ده عن السيستم، بكرره كل مسافه اس، ببدا احط المدادات الطوليه اللي هي البيرلين، بعد كده بحط البريسنج بتاعتي، وبحط الاند جيبل، وبحط الفيرتيكال بريسنج، وبعد كده كمان ببدا اخد قطاعات وسكشن. طيب تعال نكمل. لو انا كملت ده الفريم ستراكشر او ده الستيل ستراكشر، كملت ده باشمهندس، ده المنظر بتاع اول لوحه حضرتك هتعملها. ان انا عندي حاجه اسمها بلان، البلان ده اسمه لي اوت. حضرتك هبين فيها باشمهندس، هبين فيها باشمهندس، هبين فيه ان انا عندي ده السيستم اهو، ده المين سيستم اهو، ده التراس او الجردر بتاعي او ايا كان الفريم بتاعي، ببدا احط عليه بيرلين تكرر كل فتره،
ببدا اقول يا باشمهندس ان انا عندي هوريزونتال بريسنج في الاول وفي الاخر. باشمهندس انا بحط هوريزونتال بريسنج كمان في النص بحيث المسافه بتوين الهوريزونتال بريسنج لا تقل عن 20 متر او بتحطها من 20 30 متر. حاول تخلي نوع من السيمتريه. يعني ايه يا باشمهندس؟ انا عندي ده 30 متر، يبقى انا محتاج احط هوريزونتال بريسنج، احط واحده في النص 5 متر، يبقى انا ما عدتش ال 20 متر. احط هوريزونتال بريسنج بحطها ليه يا باشمهندس؟ على في النص، واحطها للتثبيت لزياده الاستابيليتي. يبقى اول لوحه بعملها يا باشمهندس هي لوحه اللي اوت. اللوحه دي تبقى عباره عن بلان، بلان بيبقى شارح كل الكلام اللي قلناه، بوضح فيه المين سيستم سواء تراس او فريم، بوضح فيه البيرل بتاعتي، بوضح فيه الهوريزونتال بريسنج، بوضح فيه الفيرتيكال بريسنج، بحط كل حاجه. الكلام ده هنعمله ان شاء الله. كمان يا باشمهندس وانا شغال، ببدا اوضح يا باشمهندس السكاشن بتاعتي. بقول للراجل، انا بتخيل الراجل اللي بينفذ ده مش فاهم اي حاجه، او هو مجرد بياخد لوحه بيطبقها. بقول له لو انت وقفت، لو بصيت على السكشن ده هتلاقي ايه؟ ببدا اديله سكاشن كل فتره او كل مكان اقدر اديله سكشن، بديله سكشن عشان اوضح له كل حاجه. باشمهندس معنى كلمه لي اوت حضرتك هتعمل بلان والليفيجن وسايد فيو لكل حاجه موجوده عندك. وده كلام ان شاء الله هنقوله كمان شويه وهنعمله باذن الله مع بعض. ده نفس الموضوع، ده كله تحت بند اللي اوت بالمنظر ده. ده يا باشمهندس اللوحه اللي بعدها، ان حضرتك هتكون ملزم ترسم له التراس بسكيل معين في كل الكونكشنات. طبعا ده عباره عن انجلز ماسكه ببعضها، في كونكشنات بعضها. لو انا خدت، لو انا زومت هنا شويه ممكن مش باين هنا، بس لو عملنا هنا زوم هنلاقيها. طبعا هي يا باشمهندس حضرتك ملزم تقول له الكونكشن دي هيعملها ازاي. هتعمل طبعا في زومز كتير اهي، ده ديتيلز اهي هنا هنطلعها مع بعض وهنرسمها، وازاي بيطلع الديتيلز دي كلها، وازاي بقول له بي دي كام وايه كام، بقولها له بالسنتي. الكلام ده يا باشمهندس عشان هو كل اللي عليه ان هو هياخد الرسمه منك وهيطبق الابعاد بالسنتي. وخلي بال حضرتك من حاجه مهمه قوي، حضرتك لازم يكون رسمك بالسنتي، رسمك يكون مفيش غلطه. ليه يا باشمهندس؟ لان حضرتك لما ترسم، لو حد خد لوحه واشتغل عليها، كل اللي عليه انه بياخد اللوحه وبيقيس عليها دايمنشنز فقط، وبياخد الحديد بتاعك عشان يبدا يصنع، بيقطع الحديد. لو حصل مشكله في تقطيع الحديد كل سنه وانت طيب. لو حصل مشكله في تقطيع الحديد كل سنه وانت طيب، كل اللي اتعمل بيبوظ، وده ممكن يكون بالاطنان. تمام؟ ويبقى في شغل جامد بتاع عليك وفي هدر كتير في الحديد. غالبا النوع ده، من الحديد بيتاخد بمصنعيه. يعني انا لما اروح اتفق مع مصنع غالبا بيقول لك هيجيبه لك بالمصنعيه بتاعته. فغالبا لو انا بتكلم حاليا الطن ب 5000 اللي هو طن عادي، ممكن الطن يوصل هنا بالمصنعيه اضرب في اثنين على طول 10000. يعني انا لو انا عندي، لو انا جيت قلت المصنع ده مثلا 50 طن، تخيل 50 طن اضرب 10000 جنيه، تكلفته كذا. تكلفته بمعنى تكلفته اللي هو تكلفه الحديد بالمصنعيه بتاعته. تمام؟ ده غالبا اللي بيحصل. يعني ايه بقى لو كان حد شغال وعنده، يعني مجرد ان هو عايز حد يورد له حديد وهو بيصنع حاجه ثانيه خالص. إيه باشمهندس، ده المنظر برضو ان انا لو انا عندي مشروع بعمله بالمنظر ده، ان انا بعمل حاجه زي بلان تحت اهو، وبعمل الليفيجن مع كروس سيكشن او سايز فيو، وبعمل او ممكن يكون لو حد يعني عاوز يزود معلومه اكتر بيعمل حاجه زي ايزومتري او 3 دي. طبعا الكلام ده مش يعني مش مجدي قوي ان انا اعمل ايزومتري، مش او مش مطلوب مني ان انا اعمل ايزومتريك، ان هو الحد بينفذ المفروض ان هو مجرد حاجه بيطبقها. باشمهندس ده المنظر بتاعنا لو انا جيت عملت زوم او بس كده شويه اهو، ده الميم بتاعنا. وانا لو انا تخيلت ان ده تراس، انا عايز اعمل ايه يا باشمهندس؟ تعالى نتخيل مع بعض المنشا بتاعنا عباره عن ايه. باشمهندس تعالى نتخيل مع بعض المنشا. انا قلت ادي المين سيستم اهو، مش ده تراس صح؟ كررته مسافات كتير اهو. المسافه دي اللي هي بين التراس ده والتراس ده، او المين سيستم ده والمين سيستم ده، بتسمى اس. وقلت لحضرتك ان اس دي يا باشمهندس بتكون من 5 ل 7 او 8 متر. باشمهندس عندي حاجه اسمها اند جيبل، اللي هي دي العمدان دي، ده تسمى اند جيبل.
باشمهندس الاند جيبل ده وحطها في الاول وفي الخلف، وقلت ان لها مهمه، مهمتها ان هي المهمه الاساسيه بتاعتها ان هي بتكون ضمن سيستم اللي بيشيل احمال الرياح الاماميه والخلفيه، كمان بتساعد ان بحط عليها السايد جير اللي هي الاماميه دي اللي بتساعدني برضه في تغليف او في تغطيه الجوانب. يبقى المهمه الاساسيه بتاعتها باشمهندس ان هي ضمن السيستم الحامل لاحمال الرياح الاماميه والخلفيه. تاني حاجه بتساعدني في وضع السايد جيرتس ان هي باشمهندس اللي بتساعدني في تغطيه المنشا في الخلف في الامام. عندي باشمهندس فوق حاجه اسمها هوريزونتال بريسنج، وقلت مهمتها هي اخذ احمال الرياح من الاند جيبل ونقلها الى الفيرتيكال بريسنج، ثم الفيرتيكال بريسنج ناخد احمال الرياح من الهوريزونتال بريسنج وتنقلها للاواعد، وده السيستم بتاع احمال الرياح الاماميه والخلفيه. يبقى انا عندي هوريزونتال بريسنج اهي، عندي اند جيبل، عندي تراس بتكرر كل شويه، عندي هنا هوريزونتال بريسنج وعندي فيرتيكال بريسنج، وقلت يا باشمهندس ان انا بعملها في النص بحيث المسافه لا تزيد عن 20 متر، قلت بغرض زياده الاتزان او زياده الترابيط او الاستابيليتي يا باشمهندس. باشمهندس كمان ورا هوريزونتال بريسنج فيرتيكال بريسنج، معنى كلام باشمهندس ان حضرتك مطالب تعمل الاتي: هترسم لي المين سيستم، هترسم لي البيرلين اللي هو المدادات الطوليه ديت، وقلت ان هي بتتراوح من متر 2 متر ونص، قلت عندي هوريزونتال بريسنج وعندي فيرتيكال بريسنج. كل مطلوب مني يا باشمهندس هرسم اكني عندي الرسمه دي بالظبط، عندي عايز ارسمها كبلان، عايز ارسم سيكشن هنا سايد فيو في الاليفيجن ده هيبان لي ايه، ولو هنا سايد فيو هيبان لي ايه. في حاجه كمان ناقصه هنا هقولها كمان شويه، وهي اسمها الترانسفيرسد بريسنج. الترانسفيرسد بريسنج وده نظام بيوضع فقط في حالة الترس، وده بيوضع الغرض الاساسي بتاعه للتثبيت وزياده الاستابيليتي، هنتكلم عليه كمان شويه وفي صوره هتبينه ان شاء الله. ده مجمل المنشا الستيل. لو حد جاي مني اقول تاني، حضرتك مكون من اللي قدامك ده، اول حاجه الترس اهو بيقرر كل مسافه تسمى اس، اس دي من 5 ل 7 متر او 8 متر. باشمهندس عندك حاجه اسمها الهوريزونتال بريسنج، الهدف الاساسي ان هي ضمن نظام حمل احمال الرياح الاماميه والخلفيه. باشمهندس عندي حاجه اسمها اند جيبلز، وهي وظيفتها الاساسيه ضمن برضه سيستم الرياح، كمان بتساعدني في حمل او وضع السايد جيرت او الكمرات الافقيه الاماميه اللي هي بتساعدني على تغطيه او تغليف الواجهه بتاعتي. باشمهندس انا عندي سايد جيرت في الامام، وعندي سجلت الخلف، وعندي في الجناب بالمنظر ده، عندي هوريزونتال بريسنج وعندي فيرتيكال بريسنج، عندي تاني عندي اند جيبل وعندي مين سيستم. ده هو اللي انا عايز اقوله في التراس او في السيستم بتاع التراس سيستم. ده لو انا عندي مسافه مثلا بي في ال، قلت هتحط السيستم على طول. طبعا الطبيعي لو انت عندك 20 في 30 الطبيعي ان حضرتك بتحط السبان او المين سيستم يكون سبانه على القصير وكرر في الطويل، بحيث حضرتك كل ما هتقلل السبان كل ما هيجي لك ستريننج اكشن اقل، كل ما هيكون التكلفه اقل، كل ما هيديك ارتفاعك او دايمنشن او النوع للسيب نفسه هيكون اخف شويه. باشمهندس ده منظر التراس از ليفيجن، وانا خدت منظر في وشي هلاقي ده عمود اهو فين عمدان. ده اسمه التراس سيستم، عباره عن بوتن كور، عباره عن اباف كور، وعندي هنا باشمهندس ده بسميه فيرتيكال وده بسميه دايجونال، وده يعتبر اشهر انواع الستيل او سوري اشهر انواع التراس شهره، اللي هو النوع ده اللي هو عباره عن فيرتيكال وعباره عن دايجونال. لو انا عندي الاسبان اكبر من كده شويه وعايز الموضوع حاسس الموضوع هيبقى فيه احمال كبيره، ممكن اعمل ايه؟ اضيف كمان واحد كمان كروس عليه بحيث هزود الانترمنتي، فهيبقى عندي الاحمال هتوزع اكتر فيقل شويه اللود او التريج اكشن على الاحمال. باشمهندس ده بص زي اي شغل او اي حياه خالص، لو عندي انهيار في حياه معينه المنشا هيبدا يتعامل ان ده مش موجود. مشكلتك كلها لو انا مثلا الدراسه ده مثلا تخيلت معاك ان هو بالاسلوب ده تمام، وجيت ده يا باشمهندس ده اتشال تمام، كل تخيلت ان ده كله اتشال، ايه اللي هيحصل؟ معلوماتي انا كتراس، معلوماتي اللي انا درستها كاستراكشر،
انت راس ده انا ستيبل صح؟ ممكن نقول. طب لو انا عندي دياجونال بالناحيه الثانيه واحد فيها انهار هيشتغل تمام. يبقى المشكله كلها ان انت تبعد عن الاستابيليتي اللي هو المنشا يكون ان ستيبل. لو انت في ممبر ضاع منك هيبدا يتعامل المنشا كانه مش موجود. والله كان مقبول ان هو يشتغل هيشتغل، ما كانش مقبول اه طبعا اه طبعا عشان هو ما يشيش طبعا اه مثلا لا لا مين قالك كده؟ مين قالك كده؟ يعني انت لو صبرت شويه لو جينا كملنا اللي انا اقوله كمان شويه. اصل احنا اول حاجه هناخدها اللي هو التراس. هقول لك ان حضرتك هتحط احمالك عند الجوي كمان عند الجوي ده عند الجوي. وهقول لحضرتك معلومه ثانيه ان التراس ممبر هي انجلز، هي انجلز مش اللي عندي بس هو اي بي اللي هو العمود. لو انا جيت بصيت هنا على التراس ده وانت اقرا كده كلها انجلز. التراس كلها يا باشمهندس التراس سيستم اللي هو البوتوم كورد والاباف كورد والدياجونال والفيرتيكال كل ده انجل كلها انجل. هنا لو كان يافطه مثلا والله بص يا باشمهندس يعني اجمالا لو انا بتكلم على التراس كتراس انا مجمل او يعني كل الدراسات او كل ده بتقول ان التراس لازم يكون احمال عند الجوينت. هل قلت لي انا هحط حمل عند هنا بالظبط يعني انا عايز احط حمل هنا ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل جونز ان الممبر ده هيتعامل ان هو سيمبل بيم عادي خالص من هنا لهنا. بس هل الانجل ده قادر ان يشيل الحمل ده؟ ده كلام تاني. والله قادر تشيله هتشيله ده فوق. بس الطبيعي ان انا ما بلجاش الموضوع ده، اللي خلينا احطه هنا بحطه على جوينت تمام؟ باشمهندس اصل الموضوع او ليه التراس؟ ليه التراس له كفاءه اعلى في حمل على الفريم؟ او ليه التراس بيكون بستخدمه لما يكون نسبان اعلى؟ ان التراس يا باشمهندس من المنشئات اللي هي لا تتعرض لشير، لا تتعرض للمومنت، كل الاحمال داخليه اما كومبريشن فورس واما تنشن فورس. ودي احسن حاجه ممكن تعرض لها ان انا ابعد عن المومنت وابعد عن الشير. والله لو انت واصل للمعلومه دي لو انت عايز تعمل اللي تعمله ده خلاص ده فريم. اعمله فريم مش تراس تمام؟ نكمل كلامنا. ده نفس الموضوع ده السكشن اللي هناخدها ان شاء الله ده الفيرتيكال بريسنج. ده الموضوع ده البلان برضو. باشمهندس انا كلمت باختصار وكلام لسه هنجيبه التفصيل. اللي فات ده كله باشمهندس مجرد دردشه بحيث ما خدناش في التراس مينلي او في الفريم مينلي. انا لسه دردش معاك في الستيل ستراكشر وهتكلم معاك حاليا في اللودز برضو هندردش مع بعض شويه في اللودز. وبعد كده هنمسك التراس وهنتكلم زوم عن التراس. وبعد كده هناخد الفريم وهناخد زوم على الفريم. اللي فات ده مجرد دردشه عن الستيل ستراكشر. عرفنا مكوناته ايه. المفروض ان احنا تخيلنا احنا عايزين نرسم. المفروض هتخيلنا المنشأ الاستيل عايزين نرسمه ازاي. عايزين نرسم البلان بتاعه، نرسم الليفيجن، نرسم السايد فيو، وهنرسمهم مع بعض ان شاء الله. باشمهندس الاحمال بتاعتك تعال نتكلم برضو يعني مجرد دردشه كده مع بعض. الاحمال الموجوده على المنشا الستيل او الستيل ستراكشر. باشمهندس عندك حاجه اسمها برايمري لودز وعندك حاجه اسمها سكندري لودز. احمال اساسيه واحمال ثانويه. طبعا الاساسيه معروفه اللي هو الديد لود واللايف لود. بيخش معانا حاجه اسمها الدايناميك افكت او اللي هو معامل لو في عندك احمال حركه. ودي غالبا ما بتكون او بلاقيها او بكون معايا في حساباتي لو انا شغال على البريدجز او الكباري تمام. بس لو انا بتكلم على منشا مصنع او حاجه فانا اصلا ما عنديش دايناميك لودز. كمان عندي لايف لود قليل شويه. السكندري لود او الاحمال الثانويه ويند لود، ايرث كويك، بريكنج فورس، لاترال شوك، فريكشن ريزيستنس، سيتلمنت سبورت. ده بعض الاحمال الثانويه اللي هي ممكن تكون موجوده وممكن ما تكونش موجوده. معنى كلمه سكندري لودز ان هي احمال ممكن تكون موجوده وممكن ما تكونش موجوده. ولو موجوده مش هتبقى موجوده بصفه دايما. عمر ما يكون في ويند لود على طول مدى الزمن هيروح ويجي تمام. عمر ما يكون في زلازل على طول هتروح وتيجي. بريكنج فورس اللي هو الفرمله نفسها. لاترال شوك صدمه او حد ضرب خبطه مثلا حادثه او حاجه. مقاومه الاحتكاك نفسها حصل هبوط لسبورت معين
ده احمال ممكن تكون موجوده وممكن ما تكونش موجوده، ولو كانت موجوده تكون موجوده بوقت معين وبعد كده ايه هتزول. باشمهندس لو جينا اتكلمنا على حاجه حاجه، لو انا اتكلمت عن الديد لودز او الاحمال الميته، هي لها قسمين يا باشمهندس. ديد لودز او الاحمال الموجوده عندي لها قسمين. اول نوع من احمال الديد لود يا باشمهندس اللي هو الويت اوف ستيل ستراكشر، الاون ويت نفسه بتاع الفريم، الاون ويت نفسه بتاع التراس، الاون ويت بتاع البيرلين، الاون ويت بتاع الفيرتيكال بريسي، الاون ويت نفسه اخده كام. وانا يا باشمهندس لما اجي اصمم من سيستم مش المفروض احط احمال عليه؟ احط احمال. هو انا اصلا لسه صممت عشان احط احمال؟ باشمهندس حضرتك بتعمل اسامشن لاحمال الويت اوف ستيل ستراكشر بتتراوح من 30 ل 50 كيلوغرام على المتر مربع. تفترض يا باشمهندس ان انت عندك احمال الوزن الاون ويت بتاع الستيل ستراكشر بيبقى عباره عن 30 ل 50 كيلوغرام على المتر مربع، وده يبين لحضرتك ان احمالنا الاون ويت احمالنا صغيره جدا، ايه 50 كيلوغرام على المتر مربع ولا اي حاجه. تاني حاجه من انواع الكفرنج الاحمال ديد لود هي احمال التغطيات، وهي يا باشمهندس تشمل بقى ايه اي نوع تغطيات، سواء كان كورجيت شيت، سواء كان سدوش بانل، تايلز كلاس، اي انواع. لو انت حضرتك قررت تستخدم نوع معين من التغطيات، كل فيها هتشوف الحمل ده يناسبه كام، حمله تقريبا كام. فانت بتقرر يا باشمهندس تعمل اسامشن لحمل الويت اوف ستيل ستراكشر بتاعك كام، بتاخده من 30 ل 50 يا باشمهندس، بتقرر هتغطي بكام تغطيتك نوعها ايه، وعلى حسب التغطيه يا باشمهندس هتجيب الحمل بتاع التغطيات. يبقى عند احمال الديد لود تنقسم لقسمين، قسم اللي هو الويت نفسه بتاع الستيل نفسه ستيل ستراكشر، وده شامل يا باشمهندس شامل ميالي، شامل السيستم نفسه اللي هو التراس شامل او التراس او فريم طبعا، شامل البيرلين، شامل بريسنج، شامل اند جيب، وشامل كل حاجه. انا بفرض من 30 ل 50 كيلو جرام على متر مربع. باشمهندس انا بفرض التغطيات بشوف انا عايز اغطي بايه، اي نوع من التغطيات دي بخش اشوف وزنها تقريبا كام وباخدها معايا. باشمهندس لو انا عايز استخدم ريجيد روف، معنى كلمه ريجيد روف يا باشمهندس ان انا ممكن بعد ما اعمل المنشا بتاعي، لو انا ممكن لو انا عملت مجموعه من الترصات كده فوق بعضها، ممكن اروح مغطي ببليته واصب رقه خرسانه. بتعمل جدا عادي جدا على فكره. ممكن لو انا مثلا عايز اخلي المنشا بتاعي يعني امنع موضوع الامطار، اخليه ريجيد شويه حد يطلع فوق، بقول يا باشمهندس ان انا بعمل ستيل عادي خالص، بحط بيرلين عادي خالص، بروح حاطط بليته عاديه خالص، وبصب رقه حديد رقه خرسانه سوري، برضو احط لها برضو سياخ حديد صغيره خالص مثلا 5 10 مثلا متر اتنين كده، غالبا بتكون 5 سم او 7 سم. ده يسمى ريجيد روف. وفي الحاله ديت لو انا استخدمت ريجيد روف كل اللي هعمله هعمل ايه؟ هجيب سمك بتاعي كام وهضربه في الجامه بتاعتي، هي جامه الخرسانه بتاعتي، وهتبقى دي ده وزن التغطيه بتاعتي. يبقى حضرتك لما تتكلم على ديد لود بتتكلم على قسمين، القسم الاولاني هو الاون وي بتاع الستيل ستراكشر نفسه، القسم الثاني يا باشمهندس اللي هو التغطيات بتاعتك، هل هي نوعها ايه، سواء فليكسبل روف او ريجيد روف. يا باشمهندس خلي بالك حضرتك من حاجه، لو انا عايز اطلع الاحمال دي كلها، مجرد انا قلت لحضرتك انا بحط المين سيستم سواء فريم او تراس، بقرره كل مسافه بتسمى اس، اس دي قلنا من 5 7 متر. معنى الكلام ان حضرتك هتجيب لي احمال اون ويت زائد احمال التغطيات، هتجمعهم على بعض واضربهم لي في اس، ده هيكون الحمل الموزع للديد لود. تمام، وهنتكلم برضو طبعا في مثال وفي كلام اكتر من كده كمان بس قدام شويه برضو بالتفصيل بالارقام هنعمله ازاي. بس الخلاصه اللي انا عايز اقوله ان هتجيب حمل الاون ويت بتاع الستيل ستراكشر، هتجيب الاون ويت يا باشمهندس بتاع التغطيات بتاعتك، هتجمعهم مع بعض، هتضرب في قيمه الاس، اس دي هو السبيسنج بتوين تو مين سيستم، هتضربهم مع بعض، هتحط كل مين سيستم محتاج او هيشيل كام كيلو جرام على المتر داش، هيبقى بالمنظر ده. بص على المنظر ده، ده لو كان ديد لود. اللايف لود يا باشمهندس محتاج شغل تاني. انا هنا قايل اللايف لود بناء على الكود المصري بيكون بالموضوع قدامك ده، ده تشارت المفروض حضرتك بناء على قيمه الفا، والفا هنا مش مهندس اي منشا ستيل، عارفين عارف اي منشا ستيل يا باشمهندس بيكون له ميل، اي منشا ستيل له ميل. الميل ده الغرض منه الاساسي
لو في اي ميه تنزل تمام. الميل ده يا باشمهندس لو انا بصيت هنا الميل ده اهو الميل اللي هو لو جينا مثلا الفريم ده او جينا الطرف هنا اهو باشمهندس انا لو خدت وليكن خط هوريزونتال كده الزاويه دي وليكن سميتها الفا حسب تان الفا انا هبدا اجيب قيمه اللايف تاني باشمهندس حسب الميل حسب الميل بتاع الفريم ده او التراس ده انا قلت الزاويه دي اسمها الفا الفا لو قلت تان الفا تان الفا دي حسب تان الفا هجيب قيمه اللايف لود. اما يا باشمهندس حضرتك تخش في الشرط ده وتخش بتان الفا وتجيب قيمه اللايف لود او في معادلتين بسيط جدا اهي اي وبي وده حسب انت مستخدم فليكسبل جروف ان خلي بالك حضرتك من حاجه انا كلامي كله ان او ان اكسسبل روف معنى كلمه ان اكسسبل روف ده صعب الوصول اليه يعني ممكن حد يوصل له اه بس صعب تمام يعني مش طبيعي نطلع فوق ده طبيعي لو انا عندي منشا او انا عامل منشا عامل بالمنظر ده طبيعي ما حدش يوصل فوق يعني طبيعي الطبيعي النادر قوي ان ما حدش يطلع فوق صح بس ممكن حد يوصل معنى كلمه ان اكسسبل صعب الوصول اليه هل هو فليكسبل ولا هو ريجيد مش مهندس كل اللي هعمله هنا هقول تان الفا بكام او بنسميها تان الفا لو حد فاكر اسمها المقابل عن المجاور اجيب اللي هو تان الفا دي تان الفا او زاويه بكام تانها بكام احط هنا تان الفا قيمتها بكذا اطلع قيمه اللايف او اخش بقيمه تان الفا هنا واخش على الكيرفات دي يا باشمهندس واطلع قيمه اللايف بس انا شايف المعادله بتاعتنا اسهل بكتير من الكيرف ده باشمهندس كل اللي هتجيبه هتعوض بقيمه تان الفا ودي طبعا لازم تكون او ده موجوده من المالك المالك بيقول لك انا عايز ارتفاع الكلير بتاعي كام واعمل لي ميل كام طبعا ده موجوده في مصانع بتحط عليك ميل معين اشهر الميول الموجوده لو ما حكمتش في ميل معين هي بتروح من بوينت 2 لبوينت 4 ممكن اعمل بوينت 2 بوينت 3 بوينت 3 بالذات هي الاشهر يعني بوينت 3 بوينت 4 ده الميول بتاعتي ده اشهر اما ان ارتبطت بميل معين او بزاويه معينه ده كلام تاني كل اللي هتعمله هتجيب تان الفا باشمهندس وهتعوض في القانون ده هتشيل تان الفا وتحطها وهتعوض في القانون ده هتطلع قيمه اللايف لود قيمه اللايف لود طن او كيلو ده كيلو جرام على المتر المربع باشمهندس هتعوض برضه هتضرب في الاس نفس الموضوع الكلام ده لو اكسسبل لو انا عندي روف واكسسبل لو انا ممكن اوصل له وعامله ريجيد يعني ممكن حد يوصل له بسهوله ادي القانون بتاعي برضه كلها هعوض اعوض عليه بتان الفا طبعا واضح قوي ان هنا قيمه اللايف لود هتبقى اعلى كل اللي هجيبه هجيب قيمه اللايف لود كيلو جرام على المتر المربع هضرب في القسه يا باشمهندس هجيب كيلو جرام على المتر ونفس الاسلوب احطه موزع بالمنظر ده قيمه الديد لود وده قيمه اللايف لود فانت الديد لود طبعا تفرق سواء كود مصري او كود امريكي مش تفرق معايا حاجه ايه ده عامل طولي اهو لا لا هي سوري متر طول يعني يمكن مفصله تحت ده طبعا متر طول طبعا ده غلط ده متر طول باشمهندس هو ده المنظر ده حضرتك ان هو يكون موزع بالمنظر ده طبعا هنتكلم برده كمان شويه هتعامل معاها ازاي في حاله راس وبعد كده ان شاء الله لما يجي موضوع الفريم هنتكلم هتعامل معاها ازاي لو انا بتكلم عن فريم باشمهندس لو انا عايز اتكلم لايف لود اكوردنج تو كود امريكي هو مساعد عليك الموضوع خالص هتخش انت عايز تجيب تستخدمه ايه او نوع الروب بتاعك ايه هتخش هتجيب القيمه على طول تلقائيا طبعا انا مصور لك صوره في كود امريكي ممكن ناخده مع بعض او ممكن ادور لكم ده كود امريكي الاحمال هخش على طول اجيب قيمه اللايف لود صريحه كقيمه كام واستخدمها على طول ده يمكن اسهل شويه يبقى انا اتكلمت عن الديد لود واتكلمت عن اللايف لود سواء كان كود مصري او كود امريكي باشمهندس اهم حاجه او من اهم الاحمال اللي هتكلم عليها برضو هي الويند لود باشمهندس انا قلت لحضرتك ان الاحمال الاساسيه اللي هستخدمها في المنشات المعدنيه او الاستراكشر هو الديد لود اللايف لود الويند لود ده من اهم الاحمال اللي المفروض ان هي تكون موجوده معاك باستمرار هي الويند لود انها بتكون مأثره جامد وباين قدامك قوي يا باشمهندس ان الرياح بتجيلك من كذا اتجاه وده اللي قلناه من شويه ان حضرتك يا باشمهندس
احمي لو انا عندي منشا اهو بالمنظر ده، المنشا ده ستيل ستراكشر ده اهو، الرياح ممكن تجيلك من هنا، ممكن تجيلك من هنا، ممكن تجي من قدام، تيجي من ورا، وده اللي قلت عليه ان حضرتك معرض لاحمال للرياح من كذا اتجاه. باشمهندس لازم تكون عارف الرياح دي هتروح فين. باشمهندس انا من شرح من شويه قلت عندي طريقين للرياح، او عندي اثنين او تو سيستم لحمل احمال الرياح. النظام الاولاني ان هو لو جه من اليمين او من الشمال، وده اللي هعمل ديزاين عليه للسيستم نفسه، هقول التراس هيشيل احمال الرياح اما جاي من اليمين واما جاي من الشمال. طب لو جت قدام جاب من ورا، انا قلت لها سيستم تاني خالص، وهو يشمل اند جيبل ثم هورزونتال بريسنج ثم فيرتيكال بريسنج ثم القواعد، صح؟ النظام ده او النظام التاني ده هنأجله شوية لما نيجي نعمل ديزاين للاند جيبل، ونعمل ديزاين للهورزونتال بريسنج، ونعمل ديزاين للفيرتيكال بريسنج والقواعد. هنخلي المرحله دي او السيستم ده هنأجله شويه. اللي انا عايز اتكلم عليه حالا دلوقتي، لو الرياح يا باشمهندس جات لك من اليمين او من الشمال، لو الرياح جات لك من اليمين والشمال هتعمل ايه باشمهندس؟ عندك ادي المنشا بتاع حضرتك اهو، وجات لك احمال من الشمال من هنا، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كومبريشن لاول ضلع هيقابله، وهو ماشي والرياح ماشيه هتعمل سكشن للضلع ايه الاخير، تمام؟ باشمهندس تاني، حضرتك وانت شغال على منشا استراكشر او منشا سي استراكشر، الاحمال جايه كومبريشن من ناحيه، او الرياح جايه مثلا، انا رسم قدامك دي احمال الرياح جايه من ناحيه الشمال اللي هو من ليفت، ايه اللي هيحصل؟ اول ضلع هيقابلها هياخد ايه؟ كومبريشن، وهي ماشيه يا باشمهندس هتكون متسحب المبنى، يبقى الضلع الاخير ايه؟ يحصل له ايه؟ سكشن، تمام؟ باشمهندس المعادله الرئيسيه لاحمال الرياح قدامك دي، سي سي في كي في كيو، دبليو بتساوي سي في كي في كيو طن على متر سكوير. ما هو سي يا باشمهندس؟ ما معنى كلمه سي؟ سي يا باشمهندس ده معامل توزيع ضغط او سحب الرياح. الرياح وهي جايه تعمل اما كومبريشن او تعمل سكشن للممبر او للفريم او السيستم نفسه. باشمهندس لما تشده او تضغطه هتعمل ضغط وشد بمعامل اسمه سي. سي ده هيتغير بناء على شكل الممبر نفسه، كمان شويه هنتكلم عليه. باشمهندس فاكتور كي ده معامل التعرض للرياح، وكي ده باشمهندس معامل يتوقف على ارتفاع المنشا. باشمهندس كي ده كي فاكتور متعلق بارتفاع المنشا نفسه. طب كيو باشمهندس هو مقدار ضغط الرياح، مقدار ضغط الرياح، وده باشمهندس بيعتمد على الموقع الجغرافي هو المنشا بتاعك ده موجود فيه. هناخد حاجه حاجه، اللي هو السي ده هنتكلم عليها، هناخد الكي، هناخد الكيو هنتكلم عليها. باشمهندس لو انا اتكلمت عن السي بالمنظر ده يا باشمهندس، لو عند حضرتك منشا، لو انت عندك حاجه كده مفيش اي ميول ولا اي حاجه، هو مجرد ضلع كده وضلع كده فريم بالمنظر ده بسيط خالص مفيش اي ميول، المنظر هيكون كالاتي، المنظر هيكون كالاتي، ان حضرتك هتقول لي سي بتساوي 0.8 وهنا سكشن سالب 0.8 وسي هنا بسالب نص. على المنبر ده يا باشمهندس هعوض عن سي بيساوي كام؟ 0.8، وعلى المنبر ده هعوض عن سي بيساوي كام؟ سالب 0.8، وهنا سي بيساوي سالب نص. انا ما تشغلش دماغك هنعوض ازاي او هنكمل حساباتنا ازاي، بس افهم انا عايز اقول ايه، تمام؟ طيب يا باشمهندس لو انا عندي فريم او تراس بالمنظر ده، ايه اللي هيحصل؟ قال لحضرتك ان انت اول فاكتور او اول ضلع هيقابل الرياح ده هياخد ايه؟ موجب 8 ضغط. كلمه موجب يعني ضغط، سابع يعني سكشن يعني شد. باشمهندس الضلع الاخير ده سكشن سيب كام؟ سالب نص. والبعيد ده البعيد عن الرياح هياخد كام؟ سالب نص. والقريب
هيجي من قيمة الشرط في ده القريب هيجي من قيمة الشرط. مش مهندس لو أنا نفس المنشأ ده بس الرياح جت من ناحية تانية من عن الرايت، إيه اللي هيحصل؟ الفاكتور ده كام؟ يبقى كام؟ ممكن 8. طب ده سالب نص. طب ده سالب نص. طب وده متشارت. ايه اللي اتشارت يا باشمهندس؟ هو اتشارت بسيط خالص اهو، اتشارت بسيط خالص. كل اللي هجيبه يا باشمهندس هخش بقيمه تان الفا، تان الفا، وهشوف السي بكام. يعني لو انا عندي السي او تان الفا ب 0.3 يبقى انا عندي ايه؟ بتكلم على كام؟ على سالب 0.8. يبقى حضرتك عن طريق تان الفا اللي هو الميل بتاع حضرتك هتجيب تان الفا، وعن طريق تان الفا ده هتجيب السي من الكير ده. طيب باشمهندس في بعض السبيشال كيس، لو انا عندي حاجه بالمنظر ده، لو انا عندي فريم متلاصق بالمنظر ده اللي هو ضلع 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 في الميول دي يا باشمهندس، هعوض الاولاني ب 0.8 والاخير بسالب نص، وكل اللي في النص بسالب نص ما عدا اول واحد معرض ناحيه ناحيه ال لا مره، لا لا طبعا ما اجمعش صفر، هعوض مره بكده ومره بكده. طب وايه العدد ان انا اعوض سكشن ولا؟ بص يا باشمهندس حضرتك لما نيجي نتكلم او لو كمان شويه صغيرين، في حاجه اسمها لود كومباينيشن. تمام، هتلاقيني بقول لك يا باشمهندس حضرتك ملزم بتعريض المنشأ رياح يمينية ورياح شمالية. تمام، وده اللي قلته من شوية. لو انا عندي باشمهندس المنب او عندي المنشأ ده، تمام، وتخيلت مع حضرتك ان الرياح جاي من الشمال، ايه اللي هيحصل؟ المنشأ ده او الضلع ده عليه ساكشن شد، المنبر ده عليه ساكشن شد، لو جاي من يمين ممكن يكون عليه ضغط. حضرتك لازم تطلع لي المنبر ده لو عليه شد شد قيمة كام وتسيبه عليه، لو جه عليه ضغط الضغط بكام وتسيبه عليه. لانك يا باشمهندس لما اجي اتكلم ان شاء الله على تراس منبر ايه؟ معظم المنشأ اه يعني هي لا انا قصدي اقول لك ان المنبر له حالتين، اما يكون في حاله معينه معرض لقوه ضغط، واما يكون معرض لقوه شد. اه يعني انا في الحاله دي لو انا اتكلمت عن المنبر بالمنظر ده هنا معرض ضغط، طب لو جه راح من الناحيه الثانيه هكون معرض شد. معنى الكلام ان حضرتك هتكون مسؤول بتامين المنبر نفسه نتيجه قوه الضغط وقوه الشد. تمام، يعني حضرتك هتعمل تو ديزاين للمنبر واحد، لو جاله قوه ضغط هصممه، ولو كان قوه شد هصممه. تمام باشمهندس نفس الاسلوب. لو انا عندي طبعا ده، لو عندي ده سبيشال كيس، لو انا عندي فريم او ترس بالمنظر ده يا باشمهندس، حضرتك هتطبق المنظر ده ان كل السهاد تحتك بسالب نص اللي هي فوق، ما عدا المواجه للرياح هيكون من الشرق، الاولاني بوينت 8 موجب والاخير بسالب نص. لو اتعكسنا لازم عارف اتجاه الرياح فين، وعن طريقه هطلع الفاكتورز بتاعتك اللي هو السي. باشمهندس النظام ده او السبيشال كيس ده، ده اكثر عرضه في حاله اللي هي الاعلانات. لو انت عندك لوحه اعلانيه، لو انت عندك لوحه فيكسد بالمنظر ده، حضرتك هتعرض لي الفيرتيكال ممبر لرياح السي تاتا كام؟ ب 1.3. تمام، لو حضرتك ده اكبر مثال يعني ممكن تشوفه في معوض للموضوع ده، لو كانت لوحه رياح بحط السي بكام؟ ب 1.3، واللي فوق ده حسب الميل بيجيه برضه منين؟ من الشرط. ده بعد السبيشال كيس. باشمهندس الكي قلت لحضرتك كي ده باشمهندس معامل بيكون خاص بالارتفاع، عن طريق انا بعرف ارتفاع المنشا بتاعي كام بطلع قيمه الكي. معنى كده يا باشمهندس لو انا عندي تخيلت مع حضرتك ان المنشا بتاعي 20 متر، تخيلت معايا 20 متر، معناه يا باشمهندس ان انا هخش اقول ان الكي 1.1؟ لا يا باشمهندس، معناه ان من 0 ل 10 معرضين لكي واحد، ومن 10 ل 20 لكي بكام؟ 1.1. معنى الكلام ان حضرتك قيمه الكي متغيره مع ايه؟ مع الارتفاع. وده كلامنا ان شاء الله هنقوله برضه ايه في الحسابات بتاعتنا واحنا بنتكلم. يبقى ده قيمه الكي، ده قلت ده معامل بيتوقف على ارتفاع المنشا
حسب الارتفاع بحط قيمة الكيو. باشمهندس قيمة الكيو انا قلت ده متوقفة على التوزيع الجغرافي او مكان المنشأ نفسه فين. طبعا حسب المدينة نفسه او انا بعمل منشأ فين بطلع قيمة الكيو 90 80 70 60، وده باشمهندس بتبقى مختصة باحمال الرياح اللي موجودة في المنطقة نفسها. باشمهندس ده اللي فات ده سي كيو كي، ده معامل او ده قانون حساب احمال الرياح طبقا للقود المصري اللي هو الى حد ما يعني منقول او مغشوش من القود الاوروبي. اما القود الامريكي يعني رخم شويه، انا برضو يجون هنا هنتكلم عليه برضو، بس يعني في معاملات كتير انا حاولت الخصه يعني باكتر حاجه، يعني قدرت الخص كتير. هو الخلاصه بتاعته ان حضرتك يعني انا هناك في القود المصري كان قال لك الموضوع كله عباره عن ايه، الضغط بيساوي سي كي كيو، صح؟ الكيو دي قيمه ثابته حسب المنطبق اللي حاضر. لا ده هنا باشمهندس كمان في القود الامريكي كيو دي متوقفه على ايه، متوقفه على سرعه الرياح. الكيو نفسها متوقفه على سرعه الرياح. الكيو دي عباره عن سي في البي سكوير، سي دي عباره عن شيب فاكتور، شيب فاكتور، والفي ده عباره عن الفيلوسيتي بتاعه او سرعه الرياح حسب المنطقه بتاعتك. الفي بتاعتك بكام باشمهندس؟ ممكن تريح نفسك خالص في قال لك لو انت حضرتك عايز شغال على هوريزونتال او هوريزونتال بريشر، لو انت عندك فيرتيكال سيرفيس، لو انت عندك ضلع قائم فيرتيكال خش تلقائيا. لو انت عندك الاتش ده اقل من 20 متر خد الكيوب 75 كيلو متر على متر مربع، لو من 20 ل 100 خدها ب 100، لو من اتش تي اكبر من 100 خدها ب 120. طيب يا باشمهندس لو انا باشمهندس عايز احسب قيمه الكيو دي هيبقى ازاي؟ قال لك عشان تطلعها في كذا فاكتور، 0.0256 في حاجه اسمها كي زد، في كي زد تي، في حاجه اسمها كي دي، في حاجه اسمها الفيلوسيتي سكوير. ده فاكتورز. لو جينا اتكلمنا عن الكي زد، اولا الموضوع ماشي كويس ولا في رخامه ولا لو حد قال منه حاجه يقول. انا حاليا انا ما قبل ده انا كنت بشرح رياح طبعا القود المصري، كان في مشاكل زي الفل. اللي فات ده كان في مشاكل؟ ها طيب على فكره الحته اللي بشرحها دي كلها فيها تطبيق الارقام وهنطبق وهنحل على في المنشا اللي عندنا ان شاء الله. انا حاليا بشرح لاحمال الرياح طبقا للقود الامريكي، تمام؟ انا عايز اجيب قيمه كيو، قيمه كيو دي اللي هو ضغط الرياح. هو قانون طويل زي ما انت شايفه كده، 0.0256 ده فاكتور، ده رقم ثابت. حاجه اسمها كي زد ده فاكتور، حاجه اسمها كي زد تي ده فاكتور، حاجه اسمها كي دي ده فاكتور، حاجه اسمها الفلوستي سكوير او اللي هو سرعه الرياح سكوير. ده عوض عن القانون فوق بالقانون ده، تمام؟ الكي زد باشمهندس ده عباره عن معامل خاص بسرعه الضغط او فيلوسيتي بريشر اكسبورت كوفيشنت. انا باشمهندس الكي زد ده على طول بعوضها ب 0.85، تمام؟ الكي زد دي ده خاص بالطبوغرافيه وغالبا بحطه بواحد. طيب ده لو عندي فليت سيرفيس. باشمهندس حاجه اسمها كي دي ده خاص باتجاه الرياح وبحطه ب 0.85 ده فاكتورز. باشمهندس الفي ده بتحط بالميل على الساعه، وده بيكون حسب المنطقه اللي انت فيها، حسب المنطقه اللي انت فيها، وده موجود طبعا في كود الاحمال الاماكن هناخد ان شاء الله مع بعض نقدركم. ده حسب منطقتك انت شغال في ايه، وغالبا لو انا بتكلم على منطقه الخليج انا بتكلم في 100 ل 120 ميل على الساعه. انا لما اجي اشتغل على الفلوس دي بشتغل من 100 ل 120 ميل على الساعه وبحط الاي بواحد. الخلاصه بتاعت القانون اللي فوق ده الكبير ده الخلاصه بتاعته ان انا هعوض بالمعادلات دي كلها بالكوفيشن ده، هطلع الكيو زد عباره عن ايه؟ عباره عن 0.0256 في 0.85 في 1 في 5% في البي سكوير، بس التمييز بتاعه بي اس اف. طبعا هاخده ده وبعد كده
احوله لطن او زي ما انا عايز، بس الخلاصه بتاعته هو ان انا بعوض بالفاكتورز توصل معايا للقانون ده. مش مهندس هو ايه ده؟ ايه ده قدامك ده؟ ده قيمه الضغط الجانبي للرياح اللي هو كان مقابل، لو انا قارنته بالقود المصري اللي انا كنت بخش عن طريق جدول، اخش عن طريق المنطق اطلع ايه؟ القوه على طول، اطلع الضغط على طول. انا هنا هخش جوه الجدول اه، بس هجيب المنطقه بس مش هجيب الضغط، هجيب ايه؟ هجيب الفلوستي، هجيب الفي، وعن طريق الفي سكوير اعرف ماذا هجيب قيمه ايه؟ الكيو. بعد ما جبت الكيو انا عايز اجيب او اعمل توزيع، عايز اعمل توزيع تاني للكيو دي. زي ما عملت فوق كان عندي معامل كان اسمه سي كي كيو، صح؟ انا هنا برضه عندي معاملات تانية، سيبك من ده خالص. المعامل عشان اعوض اللي هو الضغط ده، مش مهندس هرجع بس ازود شويه بسرعه. حضرتك عندك البي او الضغط البريشر عباره عن كيو كيو في جي في سي بي. الكيو ده جبتها؟ اه جبتها من هنا. مش مهندس حضرتك لسه قايل من شويه، كيو ده كانت معامله طويله كده كان فيها معاملات كتير، عوضنا بالمعاملات، كان فاضل لي فقط الفيلوسيتي، جبتها عن طريق المكان، جبت قيمه الكيو. تمام زي الفل. مش مهندس عندك اثنين فاكتور، الجي ده بحطه بوينت 85، ده فاكتور ثابت بوينت 85. قيمه السي بي يا باشمهندس، ده السي بي هي نفس الفاكتور اللي انا كنت بتكلم عليه شويه في كود المصري. كنت بعمل ايه؟ كنت بخش حسب مكان الضلع سواء فيرتيكال سواء مايل، المايل ده ميل بكام، وكنت اطلع قيمه السي بي. نفس الموضوع يا باشمهندس، بس الموضوع يعني الى حد ما معقد شويه. اهو ده جدول، ده جدول بيقول لحضرتك قيمه السي بي بكام. باشمهندس اول حاجه لو انت مواجه، لو انت مواجه للرياح خد قيمه السي بي بكام؟ بوينت 8. لو انت في الاخر او معاكس للرياح، باشمهندس خلي بالك من حاجه، انا هناك وانا كنت بتكلم على الكود المصري كنت قلت مواجه للرياح كان على طول بكام؟ هنا بكام؟ زي الفل. لما اكون هناك معاكس للرياح اخر ضلع هناك كان كام؟ سالب نص. هنا بقى اللي هيخش على قيمه ال على بي اللي هو الطويل على القصير، الكبير على الصغير، وطلع لي حاجه من دي، وعن طريق الحاجه دي طلع لي قيمه ايه؟ هناك كان سالب نص، لا هنا عن طريق قيمه ال على بي طلع قيمه ايه؟ السي بي. تمام؟ اللي على بي المنشا نفسه، اللي على بي ده المنشا نفسه. هخش هجيب ال على بي وهطلع قيمه ايه؟ السي بي. ده فينا باشمهندس ده الاول واخر اضلاع ملاصقه لايه؟ للرياح. تمام؟ فاضل لي ايه بقى؟ الروف. فاضل لي ايه؟ الروف سيستم. قال لك يا باشمهندس اما تكون ده الروف اهو، ده خاص بالروف، اما تكون ويند وورد اللي هو المواجه على طول، اللي انا هاخده منين هناك؟ من الشارت. هنا هجيبه من هنا يا باشمهندس، هجيبه من الجدول ده. هجيبه عن طريق ايه؟ هجيبه عن طريق الزاويه اللي هي الفا، الفا نفسها، وهجيبه عن طريق حاجه اسمها اتش على ايه؟ يبقى هجيب اتش على ال بمعلومات اتش على ال وبمعلومات الفا، هجيب قيمه ايه؟ السي بي. وهجيب حاجه اللي هو اسمها البعيد او الليد وورد اللي هو بعيد عن اللي هو كان هناك بكام؟ ايوه هجيب برده مثلا عن طريق ايه؟ اتش على ال وقيمه الزاويه. باشمهندس الخلاصه ان انا عندي لو انا عايز اشتغل على الكود الامريكي، الموضوع هو فيه شويه معبكه فقط في حساب قيمه السي بي. كان عندي هناك الموضوع اوضح ان انا هخش على طول لو كان مواجه كان بوينت 8، لو كان اخير كان سالب نص، لو كان عندي في الروف كان المواجه من الشرط وكان البعيد من سالب نص. ده كان معروف. تمام؟ هنا يا باشمهندس حضرتك حسب اللي انت موجود فيه، حسب ال على بي، حسب اتش على ال، حسب الارض. كل اللي هتعمله يا باشمهندس هتقول هنا ان انا مواجه اللي هو الويند وورد، المواجه تلقائيا على طول بوينت 8، البعيد على طول بس لازم اجيب ال على بي وهيبقى عن طريق قيمه السي بي. الروف يا باشمهندس اما اجيب المواجه او هجيب البعيد، هيبقى قيمه السي بي من هنا ومن هنا ومن هنا. هجيب السي بي ده يا باشمهندس هضرب في الجي وهضرب في الكيو هطلع قيمه البي او الضغط الجانبي للرياح. ده باشمهندسين خلاصه وده مجرد دردشه.
الكلام ده كله هيتعاد تاني وبارقام ان شاء الله. تمام. طيب المفروض طبعا في احمال زلازل. احمال زلازل طبعا يعني هو كان الكود الامريكي قديما قديما كان حط اي زيكاس، وانا يعني حتى بس مجرد ان انا حطها بس عشان نتكلم عليها مكالمه سريعه. بس طبعا موضوع الزلازل في احمال او في منشات الستيل موضوع مش مجدي خالص. ليه؟ الموضوع بسيط جدا، لان حضرتك يا باشمهندس عندنا معلومه ان قيمه اي قيمه زلزاليه معتمده على الوزن، ان كانت دايناميك او كانت ستاتيك. الاجمالي كله يا باشمهندس ان هو يكون معتمد على الوزن، وانا قايل ان المنشأ الستيل غالبا بيكون ايه؟ وزنه خفيف، كمان بيبقى ارتفاعه صغير الى حد ما مقارنه بالمنشآت الخرسانيه. فانا في حل ان انا استخدم المنشآت او اعمل احمال زلازل على منشآت الستيل، قبل ما اخش قبل ما اخلص موضوع اللودنج ده، في كومباينيشن، ده اشهر كومباينيشن تبع الكود المصري في وجود الزلازل او سوري او في منشآت الستيل، ان انا باشمهندس بجمع الديد زائد اللايف 1.2 او الديد زائد اللايف زائد الويند لود، او الديد زائد اللايف زائد الويند درايف، او الديد لود زائد الويند ليفت، او الديد لود زائد الويند رايت. باشمهندس عندك الخمس حالات دول هتطلع هنحطهم ككومباينيشن في الساب ان شاء الله في الموديل بتاع الساب، وهنطلع لكل كومبانيشن بتاعتهم ايه اكبر الحالات، وهنطلع لكل من ممكن مش باشمهندس اقول لك ليه بكل اختصار او بكل منطق. لو انا باشمهندس تخيلت معاك هو الديد موجود لازم يكون موجود، يعني لو حد لاحظ الديد لازم يكون موجود في كل حاجه، لان الديد انا حطيته لازم مش هيتشال. تمام. هو انا ممكن اللايف لود يعاكس الويند ليفت او ويند رايت؟ طبعا. مش حضرتك قايل لي من شويه ان الويند ليفت او ويند رايت في حاجه منهم عامله ساكشن، عامله شد؟ يعني عايزه تعمل ايه؟ عايزه تشد. وفي حاله من الاحوال محدش موجود فوق، وده حاله موجوده جامده، يعني موجوده فعلا، ان مفيش اي احمال لايف لود، مش موجود غير الديد لود وفي رياح، ممكن يحصل ايه؟ تنشن ممبر، الممبر ده يعرض لتنشن. تمام. ولو موجود لايف لود هيقلله شويه، يبقى في حاله من الحالات ان المنشا مش عليه اي لايف لود بس عليه وين وعامل ساكشن او عامل شد، وده حاله من الحالات ممكن تكون هي كريتيكال كده. تمام. يبقى انا بعمل خمس حالات دول في 50 وبشوف الكريتيكال فيهم سواء ضغط او شد، وببدا اشوف الاعلى فيهم، وبعد كده هصمم ان شاء الله المنشآت اللي هو الممبرز سواء كان عليه شد او عليه ضغط. باشمهندس ده الحالات الكومبانيشن كلها لو انا بتكلم عن الكود الامريكي. بس ده لو حد خد باله فيه طبعا احمال تانية اللي هو اس وار هنتكلم عليها موجود دلوقتي. بس هنا خلي بالك في حاجه اسمها اير سكويك، لو حد دور مش هلاقي في حاجه اسمها ويند. الاير سكويك يا باشمهندس اما احط اير سكويك واما احط ويند. يعني اير سكويك هنا لو انا عايز اعوض عنها احط اير سكويك، لو انا عايز اعوض على الويند هشيل اير سكويك ارميها بره واحط مكانها ايه؟ الويند لود. باشمهندس في ديد لود، في لايف لود واحد، لايف لود اثنين، في حاجه اسمها اس وحاجه اسمها ار، اي اس واي ار. باشمهندس ديد لود، ديد لود ده ديد لود عادي، اللايف لود واحد ده شامل اللايف لود بتاع الاكويبمنت. لو انا عندي معدات وعارف ان في معدات موجوده على السطح هحط اسمها اللايف لود واحد. لو لايف لود 2 ده اللايف لود اللي هو الطبيعي اللي هو الناس اللي هم العاديين خالص، لايف لود 2 اس ده احمال الثلج او السنو لودز، الار ده خاص باحمال المطر او احمال الايرث كويك اللي هو برده ممكن يكون مدين عنه احمال ايه؟ الويند. طبعا السنو والرين الكلام ده يعني مش عندنا احنا الموضوع مش كريتيكال قوي مش بنحطه، بس ده الكومباينيشن من جوه الكود الامريكي نفسه ممكن انا اخدها وأقول ايه اعدل فيها زي ما انا عايز اللي يناسبني. ده باشمهندس اللودنج، او ده بعض الدردشه البسيطه اجمالا او بجنرال في اللي هنقوله خلال الكورس. حضرتك الاحمال بتاعتك قلناها وقلنا بعض دردشه على المنشأ الستيل ستراكشر. هناخد بس ربع ساعه مثلا او حاجه وهنيجي نتكلم شويه في الترس. تمام. يلا بس عشان ده بس ربع ساعه.